دينيز، انت منيحة؟ ايه منيحة، ما في شي. ما تقولي لي ما في شي. شو الموضوع؟ شو عملت لك زيري؟ شو عملت؟ تجاوزت حدا بالجنان. كتبت رسائل بلسان حبيبي المتوفي وخلتني اقراها. حبيبك المتوفي؟ عزراء، هاي المرأة مرعبة، مو معقولة تصرفاتها. كيف؟ قبل سنين بإسكي شهير كنت بالثانوية، حبيت شخص، حبيته من كل قلبي وما حبيت غيره. وجوز كنا بنفس الصف وعايشين بنفس الحي، وبعدها تقاسمنا العالم أنا وياه. وبعبارة أصح، هو اللي دخلني على عالم، لأنه عالمه كان غريب بالنسبة للكل. يعني مثلا شجرة ما كانت مجرد شجرة بالنسبة له. إيه، كانت الشجرة بالنسبة له عبارة عن شخصية إلى اسم وإلى قصة معينة. تعرفتوا على بعض؟ ما بعرف، ما سمعت شي. هو خجول شوي، اسمه علي الضخم. هنن مثلنا مهاجرين من البلقان. بزورة وصلت لهون بمعدة الطائر سنونه، وقالت ماشي عجبني المكان ورحمت جزوري. شافت كتير أمور تشرح لك عن الاحتلال الإنجليزي وكأنها عم تعيشه. علي الضخم وأنا دينيز، مو بس الشجرة، القطط وحتى الكلاب والطيور والحشرات، هو كان عم يقول اسم كل واحد منهم ويحكي لي قصته. بعرف تصديق هالشي كتير صعب، أنا كمان ما صدقته بالبداية، بس يا عزراء صدقيني عن جد كان يحكي معه حتى مع الغيوم. شو بدك كمان؟ حصان. كيف بدك إياه؟ بدي حصان حلو كتير، وبدي أركب عليه ونهرب. شو هاد يلي شفته؟ قلي كان حقيقي؟ ما بعرف إذا كان هيك ولا لا، بس كنت مبسوطة. يعني كل شي اعتبرته جماد حوالي، فهمت إنه بالواقع إله روح وعايش، إله قصة معينة. حتى ما كنت حس إني وحيدة أبداً. ما بعرف، مثلاً كنت شوف بيت قديم كتير وحس قديش تعبان، كنت اسمع مشاكل شجرة مع شجرة تانية. بعدين الجمادات اللي كنت شوفها وامرق من جنبها واتجاهلها أو اعتبرها من دون روح وحياة، خلص ما عادت بيوت وأرصفة، كانت كائنات حية تشبهني بألمها وأفراحها وقصصها. ما بعرف، هيك كانت. وأنا كنت وحدة منهم، بس أنا بقصد كل شي عاش بلحظة من حوالينا أنا وأوكوس. يعني مثل القصة وكأنه ما بينتمي لهالعالم. بالعكس، كان بينتمي لهالعالم بالضبط. نحن اللي ما مننتمي لهالعالم. عرفني أوكوس على حقيقة هاد العالم وخلاني أفهم كل شي حواليه.
أنا كنت الأولى بصفي، وأجوز كان دائما يهرب، كان يكره الدروس والدراسة، كان يحب الشعر كتير. أرى البحر في نظراتك يا دينيز، ونظرة في عين البحر رائعة. هذه أنت دينيز، أنا نظرت إلى تلك النظرة وكانت مثل البحر، عيناه كانت في نظراتك، ما أجملك. بس كيف كتبت كل هذا على هالورقة الصغيرة؟ مو أنا كتبتها، هي إيدك اللي كتبتها. ما بتسمع الكلام، كل ما بشتقلك إيدي بتكتب شعر. لما كان يحط إيده على خدي، إيده تكون الملجأ إلي، كان يقول لي دائماً هاي الإيد مانا إلي، هاي الإيد إلك أنت، هاي الإيد إلك أنت، هي معي كرمالك، بتكون مثل ما بتحبي، أبوكي، أمك، صديقك، رفيقك، حبيبك، بتكون شو ما بدك. هاي إيدك أنت. هيك كان عن جد، لأنه من هداك الوقت أبي وأمي صاروا يشوفوني وحدة كساب. كنت مفكرة أنه أبوكي وأمك ماتوا من زمان. صح، ماتوا بالنسبة إلي. لما بتذكر هالشي بصدق أنه أهلي ماتوا عن جد ومن زمان كتير. أبي كان يكره هذا الحب كتير، هو كان طيار. أبي كان مستبد كتير، همه الانضباط، كان مسكت أمي على الآخر، عادي عادي قومي قومي. كنت البنت الوحيدة، ذكية وعاقلة ودروسي ممتازة، الشيء المثالي الوحيد كان إنه روح على الجامعة وكمل دراسة وبعدين على شي مهنة. كان يحبني بهالمكان أساسا، بس مو كرمالي، بس كرمال يقولوا بنت الطيار صارت دكتورة وبروفيسورة مهمة. ما كان يسمح لي أعمل أي شيء، كان يقفل علي باب الغرفة حتى ما أشوف أجوز. بس كل ما طقت روحي ومليت من الوحدة، أجوز كان يجي لعندي من الشباك. كل شيء كنت أنسى. بعدين انتهت الثانوية ودخلنا على الامتحان، طلع لي جامعة بأنقرة، وجوز ما طلع له شي، راح على العسكرية. كنا نحسب إمتى رح يخلص عسكرية وبعدين رح يشتغل شي ونتزوج، بس لخلص جامعة. مع أنه عائلتي مو قبلانين بأجوز، وعائلة أجوز مو قبلانة فيني، أنا متمردة ومجنونة. كان بدهم كنا عائلة تليق فيهم أكتر مني، لأني كنت كتير طايشة. عادي. وبعدين؟ بعدين أجوز مات. راح على سيلوبي، كانت دورية على الحدود مع العساكر، وأنا كنت بالسنة الأولى جامعة. حكينا على التليفون لآخر مرة، بعدين ما سمعت منه أي خبر لفترة طويلة. بعدين أنا تشجعت شوي وقلت بحكي مع أمه، قالت لي أجوز مات وسكرت التليفون بوشي. بعدين أنا اتصلت بأمي، خبروني إنه أجوز مات بالاشتباك. تحطمت تماما، كل الدنيا اللي عطيني إياها صارت باردة وعتمة، خلص اتدمرت. بعدها خسرت حالي طبعا، صرت أشرب وهيك شي. كان عنا مجموعة بالجامعة هدول بيعزفوا مع بعض، هنيك
تعرفت عليها كانوا رفقاته، يعني إني ضيع وقتي مع ناس وروح وإجي معهم فادني كتير. بعدين أنا وها كان تزوجنا وحملت بإيشا إيشا، وقتها بلش الضرب تبعه، تحملت مرة مرتين، بعدها ضبيت كل أغراضي ورحت. رجعت على البيت لعند أبي، شفت الباب صارحت، طلعوا رايحين وقالوا للجيران إذا إجت دينيز قولوا إنه ما عندي بنت اسمها دينيز، وما ترك لي أي عنوان. وقتها بقيت على الباب هيك، إجاب كانت ببطني بالشهر الخامس. وأنا رجعت وقتها، مشان الله ما في حدا هون. نعم حسرات. بيرنا ليكي، أنا بطني عم يوجعني، بلش مبارح الخفيف بس هلأ كتير زاد، صدقيني الوجع قوي. لو تخبري حدا لو سمحتي، بلكي بياخدوني على المستوصف. طيب طيب رح خبرون واجي، ما بطول. ماشي. أوخ. زيرين خانم، حسرات شينقول موجوعة كتير وبدها تروح على المستوصف. لا بيرنا ما بتقدر، وضعها كتير سيء صدقيني. ما في مستوصف لا تحاكيني. شو صار؟ طلبتي من زيري؟ ايه خبرتها بس ما وافقت انه تطلعي. كيف يعني ما وافقت؟ كيف يعني مقابلانا؟ يعني موت انا من الوجع بيرنا؟ تعرفي زيرين شلون؟ تحملي شوي رح ارجع اسألها مرة تانية. ماشي يلا كرمال الله استعجلي بيرنا، أنا موجوعة. طيب طيب رح جيب لك مسكن ألم كمان. طيب يسلموا. دينيز شو في يا بنتي؟ تعال عادي. شو في؟ ليش بقي شي ما صار؟ المريضة النفسية زيرين والمختلة عقليا راحت وكتبت رسائل باسم حبيب دينيز السابق وخلتها تشوفها عندها بالمكتب. تخيلي زيرين من وين عرفت بقصة أجوز؟ يا ترى كيف؟ شو يعني إن تكتب رسائل باسم حبيبي الميت؟ لك عن جد هاد اسمه انحراف، ما ضل فيه عقل. هي مجنونة ومختلة عقليا وخطيرة بنفس الوقت، بتاخد الأرواح، وبرأيي هي إلى إيد بموت إبك كمان، هي اللي بتكون قتلتها. هالمرة ما رح توقف، ما رح تقدر توقف حالها. رح نشوف دور مين هلأ. طيب بنتي ليكي خبريني كل شي من البداية. قدرة صارت عندك، خير إن شاء الله يا مديرة. بصراحة حبيت شوفك لحتى عزيكي بإبك. شكرا. تعيشي وتترحمي. عم فكر
إنه إبك يمكن ما تحملت عذاب الضمير لأن قتلت نازان؟ وإلا الانتحار قرار صعب كتير؟ أكيد كانت عاجزة على الآخر. إذا ما في شيء مهم بدي أمشي، أساساً ضايق خلقي. بس في خبر رح يهديكي. المرحومة نازان كانت تشتغل مع دينيس ومساعدتها. نعم؟ كيف يعني مساعدتها؟ كيف يعني مساعدتها؟ يعني كانت جاسوسة دينيس. قدرت، معقول ابك ماتت على الفاضي؟ لا كذب، نازان ما بتعمل هيك عملة وسخة أبداً. سمعت هالشي من دينيس شخصياً، كشفوا إنه داريا جاسوستك وحاسبوها، بس التجأت لدينيس لما طابت. جاسوسة دينيس هي نازان، كانت جنبك دائما بس ما حسيتي على شيء. قدرت دينيس بلشت تغلبك وتنتصر عليكي، ما معك حق، صعب تستوعبي الموضوع. انسي، الله يرحمه. ملتام، انتهيتي، انتي انتهيتي، انا فرجيكي. قدرات، انتي منيحة؟ منيحة، منيحة. اجت معلمتي. يعطيك العافية. شو بها؟ ما بعرف. الله يستر. معلمتي؟ شو الموضوع؟ انتي منيحة؟ شبكة معلمتي، شو صاير؟ قولي لنا معلمتي، شو الموضوع؟ شوفي، بعدوا عني كلكم يا كلاب، اتركوني بحالي، كرهانة حالي. شو صاير معها؟ ابصر شو القصة، شو بها معصبة لهالدرجة؟ ليش رح احكي باختصار يا جماعة، حادثة الانتحار المحزنة خلتني اعيد التفكير، لازم نراجع شكل شغلنا ونكون حذرين اكثر من هيك، والافضل إنه نغير بالكادر الإداري شوي صغيرة. يعني منصب رئيس الموظفين اللي كان لأوكتاي صار للسيد مراد. مبروك عليك. شكراً كتير. أنا واثقة إنه الكل هون بيدعم قراري هاد، وواثقة فيك إنك رح تعمل كل شي لتقدم المساعدة. خبروا المناوبين بالقرار الجديد لو سمحتوا. موفقين جميعا. شكرا. ألف مبروك. شكرا كثير. ألف مبروك مراد. مبروك مراد. شكرا حسين. شكرا كل خير. عن جد بالبالك. شكرا لكم كلكم. ما عاد عم صدق شو صاير معها. ليش لتكتب رسائل باسم شخص ميت؟ ما عم افهم. هالمرة مريضة نفسيا. مريضة نفسيا ومجنونة، لازم ينقفل عليها قريبا. من وين عرفت اسم حبيبك السابق؟ ما بعرف، ما بعرف بنوب، أنا رح جن. هالمرة خرجت عن السيطرة تماما. بعرف. نبهي البنات اللي بقسمك إنه يكونوا حذرين، يعني إذا عملوا خطأ واحد زيرين رح تفرط فيكم وبتخلق سبب لتكتب تقرير فيكم. وإنت انتبهي من قدرات، يمكن تستخدم قدرات حتى تضرك إذا اضطر الأمر. الحقيقة زيرين كانت عم تحاكيني وهي عم تضحك، ما حسبت لي حساب. نازان كانت جاسوسة، تخيلي. كيف؟ كيف صار هيك؟ كيف صار هيك؟
تبناها بيناتنا، حميناها ودافعنا عنها، بس يا أسفي عليها. معقول كل اللي صار على الفاضي؟ يا ربي دخيلك. لا تزعلي معلمتي، ليكي هي نازان أخذت عقوبتها وماتت. عقوبة شو هي؟ أي عقوبة وليه؟ ليكا متسطحة ونايمة بقبرة مرتاحة، انتقلت وماتت موتة وحدة وما تعذبت بنوب. ما رح تمرق القصة هيك هاجر، أنا رح ورجيكي قيمتك يا دينيز الكلبة. أنتي وكل اللي معك كلكن رح تتعاقبوا كلكن سوا. دعي روحي وصلي خبر لرقية والبقية إنه في اجتماع طارق بالمكتبة. روحي. ألف مبروك مراد، بيلبق لك كتير هالمنصب، تكون رئيس الموظفين. شكراً. والله أنا بهنيك من قلبي، كيف قدرت تتأثر بزيرين خانم على رئيس موظفين؟ برافو. إيه هاد اللي صار، على الأقل بتوثق فيني، يمكن بقدر أتقرب منها أكتر بهذا الشكل. مراد لو سمحت حاول تكون منتبه، يمكن هالثقة تتحول لشك بأي لحظة. بعرف، منتبه، لا تقلقي. طيب برأيك إبك انتحرت عن جد؟ قصدك مانو انتحار؟ إبك كانت رح تقدم إفادة ضد زيرين خانو، وهي الإفادة كانت رح تنهي زيرين. لقوها ميتة، شو هالصدفة؟ انتي عم تقصدي معقول تتمادى لهي الدرجة؟ ما بقدر إثبت شي يا مراد، بس بقدر أقول هالشي بصفتي خبيرة نفسية. هالمرة عندها القدرة تاخد أرواح بكل جرأة. مرحبا. أهلين. شكلك مبسوط؟ لا بقلك المنصب الجديد. آه شكراً لإلك، وغير هيك شكراً كتير على ثقتك فيني. لا بالعكس، لأنه أنا ما عملت شي، أنت اللي بتستاهل. لازم توصل هالورقة للطب الشرعي فوراً. شو هي؟ خير إن شاء الله. تقرير الضرب تبع إبك. تقرير الضرب؟ خليتهم يفحصوها قبل ما تروح على المنفردة وقت حادثة دينيز. تعرضت لضربة قوية وقت أعمال الشغب، ضبط هاي الحادثة اختلط مع ملف تاني، إذا وصلته فوراً على الطب الشرعي بتخلينا نستعجل، ولحتى ما تستنى عائلة إبك أكتر لحتى يستلموا الجثة، حرام. طيب، أنا بحلها. آه، اليوم ليلة الخريجين؟ إيه، هاي الليلة اللي دفعتنا. نحن الشهر الماضي كانت حلوة، بتشوفي فيها رفقاتك لقدام؟ مو كتير. ليش؟ ما بعرف، بيسألوا كتير أسئلة لأنه ما التقينا من وقت طويل، وخاصة إذا رحت لحالي. تزوجتي ولا ما تزوجتي وليش وإمتى؟ والأغلبية بيجوا معهم شريك. بلا، يعني بالواقع إذا بدك منقدر نروح سوا. ما بتتضايق؟ لا، ليش لحتى اتضايق؟ بعدين بنحكي شوي وبنتسلى كمان، وقتها أكيد رح يطلع واحد ويحكي عن أيام الثانوية، صح؟ لأنه في عندي فضول أعرف. طيب، منروح لك. تمام.
لكن باخدك المسا من البيت. ماشي. شوفك. بشوفك. هي الكلبة دينيز الشبح وعزراء كمان، ما ضل حدا ما بيعرف انهم جاسوسات عند الشرطة. انا خبرت كل حدا فيكم بس هنن وكأنه ما صار شي، ما هيك؟ لساتهم عم يتفتلوا بيناتنا وعم يلوحوا بإيديهم، ولك عيبة علينا. فه يا عيب الشوم علينا. ايه معك حق، عيبة علينا عن جد. شو بدك ايانا نعمل قدرات؟ لازم نعطيهم درس ما بينتسى. انتوا معي ما هيك؟ ما انكن واقفين معي؟ من هلأ وطالع نحن معك يا قدرات. معك؟ ايه. خلونا نجمع بناتنا ونتحد الكل ونروح نقتحم عليهم المطعم. بدنا نورجيهم كيف بيكون الحكم بهالسجن ونفهمهم بالضرب والضرب والضرب لمين الحكم هون. ماشي كلامك واضح، بس قليلي كيف رح نوصل لعندهم. هالشي عندي أنا بحل القصة. عندي. استنوا لسه بدي جيب ملتم لعندي، رح جيبها لصفي كمان. إذا ضغطتي عليه بيكون منيح. إيه منيح إذا ضغطتي من هون. ما بتوقع هيك دودو. مبلا يا ربي. وين أبيلين؟ إيه مو أخدوا الجيتار منها؟ هلأ راحت تستلمه، بس هالبنت كتير زعلانة. لو ما راحت لوحدها. لا لا بعتنا معها بنتين. طيب هي زيرين حطيت هالشغلات قصد جواته ما هي؟ وهلأ عزراء انتي بتعرفي شو عقاب هي الشغلة؟ عقابها بيبدأ أقل شيء من السنة وطالع. ييي شو عم تقولي؟ سنة ونص؟ يا ربي هي المرأة الحقيرة. يا ربي أوف. شو قالت لك زيرين هلأ؟ آه وجهك عابس من لما رجعتي. ولا شي، المواضيع نفسها كلام فاضي كالعادة، يعني ما في أي شي مهم. يا الله شو هالحالة؟ ما عرفت شو مشكلتها؟ جوا قدرة وزيرين برا، شو هالمشكلة؟ هذا بيعني إنه إجا الوقت المناسب لرسم الخطة. إيه شو خطتنا؟ شو بدها تكون خطتنا؟ أكيد عم تخططي لشي. بعد كل هالأحداث تحولنا لألعاب، عم نتعرض للضرب على روسنا بالمطرقة كل ما رفعنا. طيب برأيك شو لازم نساوي هيفيس؟ ما بعرف، انتي القبطانة انتي قولي. ايه بس اذا ما بتعرفي ساعتها منسأل عزراء. لا تسألوني عن شي، ما تسألوني عن شي. انا عندي هلأ حقيقة واحدة معقدتني انه ما عم يزبط شي. هذا اللي بدي اسمعه منك. ايه ما رح نعطي لا قدرة ولا زيرين اي فرصة. رح ننتبه على المكان يلي رح نطالع منه راسنا حتى ما ناكل ضربة عليه. هاي هي الخطة وبس. تفضل ارتاح، المعلم تولقى شوي وبيوصل. شكراً لك. بتحب تشرب شاي أو قهوة؟ لا يسلموا يسلموا إليك. طيب موفقين شباب. شكراً لك. على رأسي. أهلين. أه كيفك أخي؟ مشتاق لك، شو أخبارك؟ كيفك؟ منيح عادي. حاسك متضايق شوي. طلعت مصيبة جديدة بشرح لك عنها بعد شوي. يلا نطلع؟ ايه منطلع. طيب لوين؟ منلاقي شي مكان. طيب يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. ليش واقفة؟ يلا يا تولقة لو انك تضغطي عليه شوي كان بيمشي الحال صدقيني. ليش ما عم تردي علي؟ أخي متأكد ما بدك وحدة تانية؟ لا بتكفي هاي. يسلم إيديك. إيه أخي. وهلأ اسمع شو، نحن مسحنا الصورة التقريبية ولقينا ثلاث خيارات،
واحد من شهود العيان حدد الرجال اسمه عاصم دوغو. أها يعني ممتاز، عرفتوا اسمه. عرفنا، بس وين المشكلة؟ الرجال ميت من 8 سنوات. دقيقة، ميت من 8 سنوات؟ والله ما بعرف، طلبت ملفه من الرئيس وهيك النتيجة، وهالشي رح يجنني. أها هذا شغل الموظف، يعني أحياناً بتقدر تعمل شو ما كان. أحياناً، بس أنا ما رح وقف هاي الشغلة، رح ضل متابع القصة. الله محيي أصلك، وأنا هيك بعرفك. على رأسي. وشو رح نعمل بموضوعك؟ ولا شي، عم دور، رح ضلني عم دور إلا ما لقي لي شي شغلة تناسبني. أكيد بلاقي، يعني ما رح أتدمر. من لقي لك شغلي لا تاكل هم. ما بتقصر. كيفك أحمد؟ أو يا شبح السجن، عم تتفتلي وعاملي حالك القبطاني والزعيمة من هالعلاك المصدي. ليكي حاسه بالمنفردة ما؟ ما قدرت تطالعيها بالرغم من كل قوتي؟ لك قدرت سكري خلص بتلكم، مرقي لنا يوم واحد بلا ما نسمع صوتك المقرف، بلا ما تخليني اخفي لك حسك. ها خلص تعي معي واسكتي. ايه بس لا تتحمسي كتير، اوعي تقلك شي عرق، لاني بقدر طالع حماسك كله من حلقك اذا انا بدي. كيف هالجملة حلوة؟ حلوة. حكوا لك وقفي خلصنا. حماس مين اللي رح تطالعي من حلقه يا ختيارة؟ احكي لشوف، يلا ورجيني حالك، وقفي على حالك لأنه قاعدين بقولي. ليكي وليه لا تخليني طالع جناني عليكي هلأ. هبس ببعتك انت التانية على المنفردة، ها حطك مع حاسو. خلص لا تناقشوا، خلص خليكن تموتوا فيها. وانت مين لحتى تبعتيني على المنفردة؟ وقفي عندك، قلتلك لا تردي عليها. هبس هبس خلصنا. لك احكي. تعالي روحتي لي حماسي، يقطع عمرك انقلعي. يلا خلص تفرقوا، ما في شي تتفرجوا عليه، يلا تحركوا. وانت التانية يا محناية يا حمرة، مين رح يجي اليوم يزورك يا ترى؟ مدير مركز الامن مثلا؟ اكيد رح تعانقي وتبوسي بوسه ما هيك. خلص اقعدوا. بنتي لا تشوفي حالك علينا وترفعي مناخيرك للسما. الشرطة بتعين جواسيس بس مستحيل يكونوا أصدقاء. خليني أوضح لك هالشغلة ستي، خلينا نصفي حسابنا لأنه ما حدا عنده طاقة أكتر. شو صار لك؟ كل هذا لأنه شالوا لك آلات القمار وسكروا لك ياهن؟ من ملي لك الفراغ هون؟ خلص عزراء، بدك نملي لك يا؟ شو رأيك عبي لك وقت فراغك؟ اهدي عزراء، انت لازم تبطي راسك كل عمرك بالأرض من هلا وطالع. انتبهي على حالك منيح، وبس لانه ما فيك عقل عزراء ما رح اقلق معك. خلص رجع على مناكلك. والله شو انك بلا قلق يا بنات؟ تضربي لك بعد شيء رجعوا لورا. بعدوا عن بعض، ملينا من مشاكلكم، روحوا هلا على المطعم كلوا احسن من بياخاتكم. يلا الاكل مانو جاهز. انا قلت الاكل جاهز يا دودو. ماشي بتأمري ملتم خانو. يلا عزراء يلا. جاسوسات. لا يا ملتا، منيح انك طلعتي طماع، من حسن حظي انك طلعتي سهلة كتير. والله ما عاد اقدر اتحمل اكتر. لك ما عم بقدر اسمع صوتها واسكت. فوتي لك هالمخلوقة ما بتنطق. شو بيعرفني؟ يخرب بيتها على هالمنظر، لعما شو مستفزة. عن جد كتير مستفزة، معك حق، هاي المخلوقة لازم تموت يا أقرب وقت. Thank you.
ملتم تركت الباب مفتوح. وشو رح نعمل بهدول؟ منقول ملينا بدنا نفوت. بدنا نفوت كلنا مع بعض؟ وين المشكلة؟ منروح بس ينتهي التنفس. أساساً أهم شي صار إنه تركت الباب الوسطاني مفتوح. معك حق، مزبوط. أنا توترت، بدي أتمشى شوي. أتمشي. يا بنات نظفوا المكان منيح. حاضر. رح أطلب منك شي تولاي بس رح يبقى بيناتنا، تمام؟ طبعاً أختي طلبي. ملتم راحت من شوي وتركت الباب مفتوح. هلأ وبلا ما حدا ينتبه عليكي بدنا نروح على المطعم وتعملي شغلة بالسر. أنت بتعرفي مكان المطعم مظبوط؟ بعرف. منيح، جماعة دينيز هلأ بالمطعم، بدك توصلي لهم خبر. بدك تقولي إنه القسم جيم واحد واثنين اجتمعوا ورح يهجموا عليكم على المطعم مع قدرة. طيب ورقية؟ بركي سمعت، وبركي سمعتني المعلمة قدرة كمان، ما رح يتركوني. بتكون سمعت. إذا بحب دينيز ولا لا هي شغلتي، بس هالمرة قوية وأنا بحترمها. الاقتحام رح يكون بثلاثين شخص، هذا غدر. إذا قدرة عندها مشكلة ما تروح لعندها. ماشي أختي، بس أنا كيف رح فوت لعندها؟ قولي إنك رايحة على الحمام وأنا بكفي الباقي. تحركي بقى وأوعك تنسي أي باب مفتوح، فهمتي علي؟ قولي إنهم جايين مع نداء ساعة التنفس. يلا. طيب لو سمحت بدي فوت على الحمام. بعد إذنك ممكن لحظة؟ ليش تغيرت ساعة مناوبتك؟ هن نغيروا لي اياها. رح يكون صعب عليك الدوام هيك. شو بدي اعمل؟ هيك صاروا. ايه عادي، الا ما ينحل الموضوع. ما رح ينحل، ما شكله. ايه مو مشكلة، اكيد منلاقي له حل. الله يقويكم يا بنات. انتباه انتباه، انتهت ساعة التنفس. اكرر، انتهت ساعة التنفس. انتوا جاهزين يا بنات؟ ايه جاهزين معلمتي. يلا لكن نمشي. تفضلوا لنشوف. دينيز دينيز دينيز، شو الموضوع؟ انت شو عم تعملي هون؟ رح يهاجموكم بعد شوي. شوفي جوليندام بعتتني، قدرة جمعت القسمين كلهم وجايين يهجموا عليكم وهنن كتير. اوف قدرة اوف، رح تخلي الكل يهاجمونا. وين هنن؟ عالطريق، جايين وراي بعد ما يبلش النداء. ماشي ماشي، روحي يسلموا يسلموا، اسرعي. وينهن هدول يا بنت؟ دودو انتي ودينيز بتروحوا بتشوفوا شو في اواني بالمطبخ، كلهم بيفيدونا. ايه داريا يلا تعين فكر جلين الطاولات. يلا يلا فرد. هاتي اعطيني تنتي. انتو جاهزين؟ كلكن معي يا شرسات. نحن معك. يلا وقفوا وقفوا شوي، وقفوا استنوا. أنا فهمانة عليك دينيز ومعك حق، بس اللي جايين ما رح يجوا إليهم فاضين أبدا. دينيز عزراء كلامها صح، هي عاشت هيك مواقف. اسمعي منا ولا تخلينا نوقف. دينيز رح يوصلوها لعنا. طيب طيب أنا عندي خطة.
شو عم تعملي يا دينيس؟ عشو عم تخطط؟ بهار، هاتي لاصي، إيلين عطني الكراسي. داريا جهزي مية كربوهيدرات صوديوم. جاهزين أختي. في لسه من هالعلب؟ في كتير، بس هذا اللي قدرنا نحمله هلأ. ممتاز. انتباه انتباه، في مشاكل بممر مطعم القسم دي واحد. زيرين خانم، ناطرين الأوامر. شو نعمل يا خانم؟ زيرين خانم، عم تسمعيني؟ زيرين خانم، زيرين خانم، زيرين خانم، سمعتيني؟ لو سمحتي. زيرين خانم، رح يكفونا هدول يا بنات؟ ايه يمكن يكفوا. ايه بتوقع بيكفوا. انت منيحة؟ ما بعرف، الحمد لله ما بقي عنا فرصة لنفكر. داريا وينك انت؟ جاية. ليكو يا بنات اسمعوا، انتبهوا من هدول، لا تخلطوا المواد ببعضهم. وقت كنت عم نظف الحمامات غلطوا خلطهم ببعضهم، كانوا بيحرقوا. والله لحمهم السميك رح يحترق. بدنا هنن يحضروا. والله لنكين جيبوا لي اياهم. يلا هات. ها يلا، كل وحدة تاخد شقفة. خدي كمان بلليها. ايه شو بدنا نبللها كلها؟ ايه بللوها على الاخر. طبعا يلا. جاهزين؟ الكل مستعد؟ جاهزين. ايه يلا امسكوها. يلا بسم الله. جاهزين يا بنات؟ جاهزين؟ هجموا. يلا ارتدوا 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 ارتدوا.